الشافعي. جاء الإمام. جاء أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارتفع إلينا يا ابن حنبل. كما تريد يا إمام. أين الذي ناظرته البارحة واختلفنا معه؟ أين يونس الصيرفي؟ نعم، ها أنا ذا يا إمام. يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نعم، صدقت يا إمام، والله ما رأيت أعقل منك، نفعنا الله بعلمه. والله يا إخوة، وددت أن الخلق كلهم يعلمون ما في هذه الكتب التي ألفتها وكتبتها على أن لا ينسبوا إلي منها شيئا. يا إمام، البارحة تعجبنا منك، لن تقنط في صلاة الفجر حينما مررت من مسجد أبي حنيفة وأنت تراها سنة، حتى البسملة لم تجهر بها. ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق. أأخالف أبا حنيفة وأنا في حضرته؟ أبا حنيفة ولكنه مات يا إمام. تأدبا معه يا أخي. يا أبا عبد الله، ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ يجب القراءة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن أبا حنيفة يخالفك ويقول بكراهة القراءة خلف الإمام. رضي الله عن أبي حنيفة وأصحابه. سأقول كلمة ربما تسطرها لي الأيام: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وقد سئل الإمام مالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو حدثك على هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وهذا تلميذ أبي حنيفة، شيخنا محمد بن الحسن الشيباني الذي تتلمذت عليه وحملت عنه وقر بعير كتبا، وما رأيت سمينا أخف روحا منه، وما رأيت أفصح منه. إذا رأيته يقرأ كأن القرآن أنزل بلغته. وما رأيت سمينا أفلح إلا محمد بن الحسن الشيباني. أستميحكم عذرا، فإن لي حاجة في السوق أريد أن أقضيها لأهلي. عليكم بابن حنبل، فهو أعلم منا بأخبار الصحاح. أحمد إمام في الحديث، غفر الله لي. إمام في الفقه، غفر الله لي. إمام في القرآن، غفر الله لي. إمام في اللغة، غفر الله لي. اللهم اغفر لي، كان الله معك. اجلس يا أحمد وحدثنا عن رسول الله، فأنت إمام أهل الحديث. ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا وللشافعي عليه منا. ما صليت صلاة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. ما هذا الحب والتوقير والإجلال يا إمام؟ يا أخي، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. عندي سؤال يا أبتي. قل يا ولدي صالح. لقيني البارحة يحيى بن معين وقال: أما يستحي أبوك مما يفعل؟ وقلت: وما يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي، والشافعي راكب وهو راجل آخذ بزمام دابته. يا بني، إذا لقيته فقل له: يقول لك أبي: إذا أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر. لا ينبغي للفقيه. يا إمام، ما تقول في خروج الدم أو الحجامة؟ هل ينقض الوضوء؟ نعم، ينقض الوضوء. لو رأيت الإمام قد احتجم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، أتصلي خلفه؟ كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟ يا إمام، هذا كتاب الاختلاف، فما تقول فيه؟ ما شاء الله، جميل. لا تسميه كتاب الاختلاف، بل سميه كتاب السعه.
لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله أو في المسائل المختلف فيها بين السلف. ولقد بلغني عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن هناك رحمة للأمة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. قوموا بنا إلى الصلاة. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم،